المقدم ولسه بقوم بيطلع من خط الظهر عشان يجيني جوان. من التجارب القليلة التي نجحت للاعبين في عالم الاحتراف وربما لم يسر على نهجه في الاستقرار والإصرار على البقاء في الدوريات الأوروبية سوى بضعة لاعبين على رأسهم محمد صلاح، النني وتريزيجيه. هو هاني رمزي أمير المحترفين، نجم دفاع الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومدرب الفراعنة السابق. بدأت علاقته بكرة القدم وهو لم يتخطى حاجز 10 من عمره. حاول مسؤول الترسانة ضمه لكن رغبة والده كانت الفاصلة في تحقيق حلمه، ألا وهو الانضمام لناشئ الأهلي. تدرج هاني رمزي في أشبال القلعة الحمراء حتى انضم للمنتخب الوطني للناشئين، من بعدها تم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتخطى 18 ربيعاً، وذلك تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجهري. بل وكان ضمن قائمة الفراعنة في مونديال العالم 90 بإيطاليا. هناك لفت أنظار وعيون وكلاء اللاعبين، حيث كانت نقطة التحول في حياة النجم الشهير ليتم ضمه لنادي نيوشاتل السويسري. انطلق بعدها في رحلة طويلة ما بين فيردر بريمن وكايزرسلاوتن حتى اعتزل عالم الكرة. اتجه أمير المحترفين إلى عالم التدريب، فقد عدة أندية مصرية من بينها إمبي، وادي دجلة، ليرس البلجيكي، ومدرب لمنتخب مصر ومساعدا لميروسلاف سكوب لمنتخب الناشئين، ثم المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وعمل كمساعد للمدير الفني للمنتخب المصري الأول. هاني رمزي ابن الأهلي معنا اليوم في قناة الأهلي. يا لو دي جول جول جول، لسه بقول هاني رمزي بيتقدم ولسه بقول بيطلع من خط الظهر عشان يجيني جوان. جات تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي طبعا اللي مشرفني منورني النهاردة، نجم الأهلي ونجم منتخب مصر. ما شاء الله رحلة طويلة من العطاء وخاصة كمان مع منتخب مصر وفي الاحتراف، كابتن هاني رمزي شرفنا كابتن. مساء الخير يا أسامة، وحشني جدا. ما شاء الله بالرغم انك مدافع ما شاء الله، كنت بالصوت بجيب جوان بالصوت. حبيبي يا أسامة، مبسوط ان انا اكون موجود طبعا معاك وفي قناة بيتي النادي الاهلي. طبعا البدايات طبعا ما حدش ينسى البدايات طبعا يا كابتن هاني، خاصة في كرة القدم. بدايات اول يوم اختبار ليك، اول يوم رحت فيه النادي الاهلي وانت نايم وتستعد لتاني يوم الاختبارات، وكان في تجربه كانت قبل او بعد الاهلي الترسانه، برضو كانوا حاطين عينهم على الكابتن هاني رمزي. طبعا بداياتي عامه يعني هجيب لك من الاول، طبعا انا من حي عابدين. وانت عارف احنا صغيرين بقى كرة الشراب في الشارع، فيمكن كان والدي بيقلق عليا شويه، فهو جاب لي استماره اختبارات النادي الاهلي. وبيني وبينك ما كانش عندي يعني ما كانش عندي طموحات ان انا طبعا كلنا عيله اهلاويه وبنتفرج على النادي الاهلي، لكن ما كانش خالص في طموحاتي او حتى بفكر ان انا ابقى لعيب كوره يعني. لكن يمكن الظروف، ويمكن والدي كان شايف ان انا ممكن ابقى حاجه كويسه وحاول بيعدني شويه عن الشارع، فجاب لي استماره النادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي. كان عمري 11 سنه يعني. دخلت اختبارات النادي الاهلي، طبعا كان ساعتها الله يرحمه كابتن مصطفى حسين طبعا، ابو الاشبال طبعا. طبعا، وقعدت فتره طويله اختبارات، كانت انت عارف الاعداد كبيره جدا من زمان. طبعا كل احلام الاولاد الصغيرين ينضموا للنادي الاهلي. فكانت اعداد كبيره جدا، فمريت يعني بحوالي 3 شهور في الاختبارات وتصفيات لغايه ما كابتن مصطفى حسين دخلت، وكان ساعتها مدرسه الكوره يعني ما كانش لسه سني يسمح ان انا العب مع قطاع الناشئين. فدخلت النادي الاهلي كان عمري 11 سنه، ويعني الحمد لله يعني من صغري، يمكن انا برضو الناس ما تعرفوش انا كنت بلعب وينج رايت يعني اول ما كنت بلعب. لكن برضو رؤيه فنيه كابتن مصطفى حسين قال لي عايز اجربك في حته انت تلعب ليبرو. زمان كان بيلعبوا طبعا على الليبرو، وانت عارف دايما قطاع الناشئين الصغيرين ما كناش بنلعب طبعا على ملعب كبير. كان كلها في مساحات صغيره. مساحات صغيره اهو، فيمكن شاف امكانياتي القطع شويه، ان انا ممكن الوقفه بيبقى بشكل افضل كمدافع. ولعبت مدافع بقى بدايه من قطاعات الناشئين، بدات العب بقى كمدافع يعني. وساعات باك يمين، ساعات في وسط الملعب، لكن تميزت جدا في مرحله الناشئين. وكان عندنا، فاكر الصور دي يا كابتن هاني وسيبك تكمل. طبعا دي يا ريت اخد الصور طبعا. ده كان جيل جميل. قول لي انت انا واحد، انا بص انا اكيد هتشوفني تحت، انا ثالث واحد من اليمين قاعد تحت يعني. مظبوط. قاعد تحت. كان جنبي ده ابراهيم حسين، ده كان باك يمين. واللي افتكرهم كان
يعني ياسر ابراهيم ده اول واحد فوق على اليمين واقف. ده كنتوا كام سنه في السنه؟ لا ده كنا صغيرين جدا اعتقد كمان ده. مش فاكر اذا كان ياسر محمدين هو ما بين موجود في قطاع الناشئين الكابتن ياسر محمدين. كابتن ياسر محمدين اللي هو فوق يعني رابع واحد من الشمال من فوق. و يعني الاشكال طبعا اتغيرت من سنين كتيره لكن ذكريات حلوه. ده اعتقد ده كنا لسه يعني مرحله 14 سنه 14 15 سنه. دي طبعا في معسكر النادي الاهلي كان بيعمل معسكرات اعتقد في مرسى مطروح ده طبعا انا موجود وحماده يونس وعاطف عبد الهادي وعصام ربيع واحمد رزق. دول احمد رزق اللي على الشمال ازرق وجنبيه عصام ربيع وعاطف عبد الهادي برضو من اللعيبه اللي كانت مميزه وطبعا حماده يونس يمكن شقيق كابتن مصطفى يونس. كان دايما معسكرات الاهلي اللي موجوده طبعا في 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 مرسى مطروح دايما قبل بدايه فتره الاعداد وكانت دايما مشهوره بالخيم زمان. بالظبط بالظبط. دي اعتقد مع منتخب الناشئين اعتقد كنت كابتن منتخب الناشئين كان في مباراه وديه اعتقد يعني لو الصوره تفتح شويه كان مباراه وديه استاد اسكندريه ده. ده منتخب الناشئين اعتقد ده منتخب الناشئين تحت 17 سنه. كنت كابتن الفرقه وكان في مباراه على استاد اسكندريه موجود ورا استاد اسكندريه. ذكريات جميله. ما احنا برنامج الاشبال هنجيب لك كل بقى ايه كل شغلك زمان في الناشئين. جميل جميل. طبعا دي فرحه 89 في مباراه الجزائر المباراه الشهيره مباراه الجزائر 1-0 اللي وصلنا لكاس العالم يعني. ده هنتكلم طبعا عن كاس العالم وهنفرد مساحه ليه طبعا يعني. كابتن رمزي كان من اصغر اللاعبين الموجودين في منتخب مصر. طب ايه موضوع الترسانه يعني بعد الكابتن هاني رمزي ما انضم للنادي الاهلي وبدا يدخل قطاع الناشئين كان في وجهه ثانيه عايز يروح نادي الترسانه؟ مش وجهه ثانيه يعني في يعني انا بعد يعني الحمد لله كان حتى جيلنا كله كان مسمع في النادي بشكل كويس. وانا من بعد التمرين قابلت واحد فبيقول لي يعني انت لعيب كويس لكن ما تحطش امال كتيره انك ممكن تلعب في النادي الاهلي او تتصعد للفريق الاول. علشانك مسيحي وما فيش مسيحيين بيلعبوا في النادي الاهلي. انا طبعا صغير ما عنديش الثقافه ديت يمكن خدت الكلام واستغربته جدا ويمكن يعني قلت انت عارف زمان برضو خلي بالك البيوت المصريه والاهالي ما كانوش بيحبوا اولادهم يلعبوا في نوادي. يعني كان بيقول لك الكوره الدراسه وكان والدتي كان معترضه شويه على ان انا اروح نادي طب ودراستك يعني. فلما رحت وبحكي لبابا ووالدتي فقال لي طب خلاص يعني شوف انت عايز تعمل ايه. فانا قلت خلاص يعني خلينا مركز في دراستي شويه ويمكن غبت حوالي اسبوع او 10 ايام عن التدريب. كان كابتن انور سلامه كان هو كان ماسكنا في ناشئين تحت 18 سنه. ويعني اتصل يعني ما كنت عارف ما كان في محمول ولا تليفونات ولا الحاجات دي. ف يعني جالنا البيت وقلت له الموضوع كذا 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 فقال لي لا طبعا الكلام ده مش موجود انت شفت حاجه. قلت له لا ما شفتش بس يعني والدتي بتقول اركز في دراستي وبتاع. فقال لي لا انت مؤهلاتك تكون كويس. وفعلا رجعت النادي وعلى العكس يعني زي دايما ما بقول يمكن الناس بتقول ان في نوع من انواع التعصب شويه يمكن في الفترات الاخيره ممكن يكون على المستوى الفردي. يعني خلينا من على مستوى الافراد ممكن يكون في بعض المضايقات لكن على مستوى سياسه نادي او مش موجوده مش موجوده طبعا لكن ممكن يكون موجود على المستوى الفردي ولكن مش سياسه عامه يعني. وخاصه كمان يا كابتن كان ليك تجربه من سنتين داخل قطاع الناشئين. طبعا ثلاث شهور وكنت موجود وكمان كنت موجود في الاختبارات كمان في قطاع الناشئين. طبعا يا بص الاختبارات شفافه جدا ويمكن الناس بتقول في وعايز اوصل بس حاجه للناس عشان بتقول في واسطه في الكوره. ممكن الواسطه مش انك تاخد لعيب ويبقى لعيب في النادي الاهلي. ممكن الواسطه انك بنشوف الولد مره واثنين وثلاثه لكن امكانياته الفنيه هي اللي بتحكم اكيد يعني. عمر ما واحد هيكون امكانياته لا يصلح يكون موجود في النادي الاهلي او اي نادي ويتم تصعيده على حساب شخص اخر يعني. كنت متواجد مع الكابتن فتحي مبروك طبعا في المرحله اللي قبل تولي المسؤوليه مع منتخب مصر. ويعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي كلنا فخورين بيه لكن في قصور في بعض النواحي. وكنت دايما حابب انقل تجربتي اللي شفتها بره حتى على مستوى قطاع الناشئين لبلدي يعني. فمع الكلام معاك ان شاء الله نتطرق لبعض النقاط ديت يعني ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتكلم عن البدايات وحضرتك كلمتنا عن بدايه دخولك النادي الاهلي والاختبارات. كابتن مصطفى حسين اول واحد استقبلك طبعا برضو اول طلوع ليك للفريق الاول او اول تصعيد للفريق الاول اول تمرينه في مختار التتش طبعا عمرها ما تتنسي. طبعا عمري ما هنسى الموقف دوت. يمكن
كان احنا كنا فريق تحت 18 سنه وكان النادي الاهلي طبعا يعني كالعاده يعني متصدر الدوري، وكان في عمالقه طبعا كلهم يعني. جيلك كان مين يا كابتن هاني؟ كان جيلي يعني عمرو انور، عادل عبد الرحمن، محمد عبد الجليل، ايمن بسيوني، ابراهيم حسين، ياسر محمدين، عاطف عبد الهادي، كلهم احمد رزق، احمد حموده، اشرف فهمي كان بيلعب باك شمال، يعني مجموعه ياسر ابراهيم، يعني مجموعه كانت يعني المجموعه دي كانت مميزه. وكان معروف فرقه 18 سنه النادي الاهلي، وكسبنا الزمالك 5-1 في كانت بطوله الجمهوريه، وكان من اعتقد كان جيل مميز، وبالتالي كان مسمى حتى في الفريق الاول، فاختاروا بعض اللعيبه مننا انها تطلع تتمرن مع الفريق الاول، نطلع نتمرن ونبدا نشارك في المباريات مع فرقنا يعني. فاول طبعا الخبر كان بالنسبه لي يعني يوم عيد يعني. مين اللي بلغك بقى بالخبر؟ الكابتن انور سلام. كابتن انور سلام كان هو قال لي هتطلع تتمرن مع الفريق، وكان يوم بالنسبه لي يعني طبعا خفت جدا، قلقان طبعا، ما نمتش كويس، ورحت بدل ما اروح النادي قبلها بساعتين رحت قبلها بخمس ساعات مستني طبعا دخول التدريب. فكان الحمد لله كمان طلعت في التدريبات ديت، والحمد لله كان ليا شكل كويس يعني، بمساعده النجوم اللي كانوا موجوده جزء الرهبه اتشال بشكل سريع. تفتكر مين كان مدرب الفريق الاول وقتها؟ كان سنه 87 87 اول تصعيد ليك الفريق الاول. اعتقد كان، لا مش فاكر بالظبط يا اسامه، انت ممكن تجيبه من الارشيف. هتقول ممكن لنا بقى يعني احنا كنا شوف لنا 87 مين كان مدير فني عشان نفكر الكابتن. بالظبط. فقعدت طبعا اطلع واتمرن وانزل العب مع فرقتي لغايه ما في فتره معينه كان النادي الاهلي عنده معسكر في كنا معسكرين في رومانيا اعتقد، وده الفريق الاول، واحنا فريق الشباب كنا بنروح معسكر في حته الداخليه بقى اسماعيليه اسكندريه. فبرضو كان مفاجاه بالنسبه لي انها اختاروني اروح مع معسكر الفريق الاول، ودي كانت البدايه بصراحه يعني. دخلت ورحت معسكر مع الفريق الاول فتره اعداد كامله اسبوعين، ورجعت بعديها انضميت ما بقتش انزل العب مع الناشئين. ف استمريت من الجزئيه دي بالظبط في اواخر يعني اواخر 87 اوائل 88 بدات اتمرن مع الفريق الاول، وشاركت مع الفريق الاول في اول مباراه اعتقد كان مباراه الاتحاد السكندري في استاد القاهره، وكسبنا 3-0. وفي مباراه كان ما كانتش مذاعه، مباراه الاولمبي، وكان اول هدف احرزه مع النادي الاهلي، مباراه خلصت 1-0. فيعني الحمد لله كمان الواحد كان محظوظ، بداياته كانت موفقه. البدايات يعني برضو كان مدافع ولا مدافع. مدافع ليبرو، كنت بلعب ليبرو. قعدت فترات طويله العب ليبرو يعني جزء الليبرو دوت، حتى في كاس العالم لغايه ما رحت حتى سويسرا، قعدت اول سنتين ليبرو، بعدين ما بين اختفى شويه الليبرو، بنلعب بطريقه 4-4-2 او 4-2-3-1، فبقيت العب مساك لغايه 98. والكابتن جوهري كابتن جوهري بالظبط. كان هادي خشبه كان بيلعب في الوقت دوت في مركز وسط الملعب، وكان عنده اصابه، واحنا كنا عندنا بطوله في هونج كونج، دي بطوله استعدادا لكاس امم 98. فالكابتن جوهري يعني كان عنده رؤيه ان انا ممكن ادي في المكان دوت، ولعبت البطوله دي، كانت بطوله وديه، وعملت مباراه يعني مباراه كبيره جدا، ويمكن كنت مرشح ان اخد احسن لاعب في البطوله. وبدات خلاص كابتن جوهري قال لي خلاص انت سبت في المركز ده، وكان عندنا سد باكين كويسين مدحت عبد الهادي وسمير كمونه، فقال لي هزقك شويه في حته ديفندر وسط الملعب، واشتغلت بطوله افريقيا 98 في هذا المركز. هنروح لها وهنتكلم عنها. الفتره بتاعت البدايات يا كابتن هاني وانت في ناشئين النادي الاهلي وتم تصعيدك، اكيد كابتن هاني رمزي يعني خبرات كبيره جدا سواء مع منتخب مصر مع النادي الاهلي في الدوريات الاوروبيه، ابرز نصايحك للناشئين في الفتره دي ان الولد يشتغل ايه ويعمل ايه علشان دايما يرسم نفسه هدف انه في يوم من الايام يكون موجود فريق الاول النادي الاهلي او في الاحتراف او في منتخب مصر؟ لا يعني نصيحتي ليه انه اولا في عزة نصايح اكيد كلنا عارفينها يعني. النصايح على مستوى الصحه العامه، على مستوى الالتزام كويس، على مستوى الالتزام داخل وخارج الملعب. ده مهم جدا. الجزء الثاني الاهتمام بشكل كبير جدا كمان عايز اقول لك كنت داخل قبل ما اخش كان في دكتور قال جزئيات مهمه جدا، موضوع التغذيه، موضوع النوم يعني جداً. احنا عندنا دايما متعلمين مثلث الراحه، تدريب، راحه، نوم او اكل والراحه والنوم، دي
ده مثلث او التغذيه مثلث مهم جدا. للاسف عندنا في حتى الثقافه العامه في مصر ما بتساعدش، بس بنهتم بالفنيات. يعني انا بتكلم على الولد نفسه يعني. على عندنا موضوع السهر، الناس بتسهر كتير، بتاكل بالليل متاخر، الصحيان بدري، ما فيش حد بيصحى بدري، لكن لازم يعلم نفسه، يحط نظام لنفسه بشكل كويس، يحافظ على نفسه بشكل كويس. وكمان لما نخش بقى على قطاعات الناشئين، الاجزاء اللي مهمه جدا جدا اللي لازم نطور نفسنا فيها بشكل عام في مصر، يعني مش بتكلمش عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن دخل وبدا يحط رجليه على المنطقه ديت. لازم نمره واحد البنيه الاساسيه، في ملاعب، اعتقد الملاعب دي موجوده بشكل اساسي. بنيه اساسيه كمان، غرف تغيير الملابس، الجيم بشكل مناسب، وحده الساونا والعلاج الطبيعي، بتتكلم على كمان قاعات الراحه للاعبين اللي هو ممكن الاستراحات لازم تكون بشكل مميز. الجزء الثاني ممكن يكون عندك قاعه ترفيهيه فيها الاولاد لو بيقضوا اليوم الكامل، يبقى فيه ادوات ترفيه، في فيديو، في مكتبه كبيره من خلال المكتبه ديت بيشوفوا بطولات النادي الاهلي، عشان كمان نحط اكزامبل ونحط كمان موتيفيشن للولد. حتى وانت بتعمل الكلام ده بتبنيه بشكل علمي. ده نقطه مهمه جدا انك تاني يعني حضرتك وانت بتتكلم قلتها، حته ان دايما يتفرج على تاريخ النادي الاهلي ويعرف طبعاً تاريخ النادي الاهلي. طبعا دلوقتي العمليه بدات تقل عموما في كل الانديه، دلوقتي بقى كل الكلام عن المقابل المادي. النهارده لما انت حضرتك بتقول من الولد الصغير تزرع فيه ازاي يتعلم روح الفن الحمراء، يحب النادي الاهلي، ده يعني حاجات مهمه، ده مهم جدا. وخلي بالك الحته دي مهمه كمان للموتيفيشن، ما انت لما هيشوف النادي الاهلي، واحنا صغيرين كنت بتفرج على الكابتن محمود الخطيب واتفرج على النجوم الكبار، فكنت بتفرج عليهم فجاه بقيت في وسطهم، بتديك موتيفيشن. حتى وانت بتعمل غرفه الملابس او الممر تحط فيه صور بطولات النادي الاهلي. وانت بتتكلم عن طبعا صوره الكابتن الخطيب وانا صغير، يعني بقول لك دي ذكريات جميله جدا جدا احنا مش هنساها. فبقول لك مهم جدا انك تحط الكلام دوت، ومهم جدا انك تهتم. وعايز اقول كمان الانديه لازم يهتموا بقطاعات الناشئين بشكل افضل من كده بكتير جدا. يعني لازم الميزانيه اللي تتحط لقطاع الناشئين تكون ضعف او ثلاث اضعاف الميزانيه اللي بتتحط دلوقتي، لان انت بتبني. صح. ودايما البنى بيبقى اصعب كتير جدا انك بتعامل. للاسف معظم الاهتمام دلوقتي بقى كله بالفريق الاول، كل التوجيه وكل التمويل وكله للفريق الاول، حتى الملعب للفريق الاول، بالرغم ان عندك منجم ذهب تحت في كل الانديه. ما بتكلمش يعني النادي الاهلي ما شاء الله فيه اهتمام في بقاعده الناشئين، وخلال الفتره الجايه في تطوير اكتر من لجنه التطوير النادي الاهلي بالنسبه لقطاع الناشئين، لكن زي ما حضرتك بتقول الاهتمام لازم يبتدي من تحت. مهم جدا، مهم جدا. طبعا كل الصوره الفريق الاول، ما فيش اي نقاش انك تهتم الفريق الاول، لكن انا بتكلم على القاعده العامه. على القاعده الاساسيه عندك قطاع الناشئين، لازم يكون عندك حاجات كتيره جدا متوفره عشان تبدا تفرز، او يبدا عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي تقدر تسوقهم حتى، او تكسب منهم، او حتى يكونوا يعني سبورت او يفيدوك على مستوى الفريق الاول. يعني انا شايف يمكن خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا في ناس طالعه، احمد ياسر ريان موجود ما شاء الله. يعني شفت التجربه النادي الاهلي عملها ازاي، عمليه الاعارات، يعني ما شاء الله كان احمد ياسر ريان وكان عندنا اكرم توفيق، كلها لاعبين يعني صغار تحت السن، وتم اعارتهم للانديه عشان يشاركوا ويكون في احتكاك قوي، وبرده يعني برده الهدف برده مادي، يعني مادي وفني الاثنين مع بعض. شفت التجربه دي ازاي؟ بص في قبل ما نخش في التجربه ديت في حاجات انا في وجهه نظر الشخصيه على الانديه وعلى اتحاد الكوره، في مرحله كده جيل ممكن جدا ما يكونش عنده مسابقه، والنادي الاهلي او الانديه الكبيره بعد ما صرفت عليه بيبدا يروح منه، زي 97 97 على سبيل المثال. يعني اتحط في موقف ممكن يكون عندك 7-8 لاعبين كويسين بس ما تقدرش. كان كابتن جوهر الله يرحمه كان بيتكلم على دوري الامل. دوري الامل ده كان موجود في اوروبا على فكره، انا لعبت فيه. يعني بيكون في مرحله سنيه لو تقدر تشتغل، ممكن ما يتعملش كل سنه، يتعمل لان دوت مهم جدا للاولمبياد كل 4 سنين، فانت ممكن تعمل له كل سنتين. ان عندك مرحله سنيه لما يكون عندك تاهيل للاولمبياد، يبقى عندك تعمل دوري 23 سنة. ده دوري بيشارك فيه مثلا فريق الشباب وما زاد عنه. مظبوط. وبيبقى كمان مدعم ببعض اللعيبه اللي ممكن انت راجع من اصابه فبتلعب في الدوري دوت. يعني انا وانا بلعب في كايزرسلاوترن كنت اتعورت، فعايز اتاهل بشكل كويس واخش مباراه جديه رسميه. لعبت مع السكن تيم. يعني فاهم. فده كمان
على المستوى التسويقي ممكن تسوقه بشكل كويس قوي، ممكن يتسوق، ممكن تلاقي 3 4 من الفريق الاول بيلعبوا مع الولاد، موتيفيشن للولاد ان هم يعملوا شكل شفتها كويس. شفتها انا كنت بعمل معايشه من كام شهر في نادي بايرن ميونخ، فريق تاني السكند تيم دايما بيتمرن مع الفريق الاول في نفس التوقيت في نفس المواعيد، الملاعبين جنب بعض وبيلعبوا نفس الطريقه ويعني بنفس الاسلوب، وعندك يعني الفريق دايما حتى المدير الفني بتاع الفريق الاول بيكون متابع بشكل كبير جدا فريق الشباب او الفريق الثاني. فدي تجربه ممكن جدا على ممكن اتحاد الكوره ينفذها من خلال الانديه، يكون على الاقل كل سنتين، لان في اجيال كده حظها وحش ان يقول لك خلاص مالكش دوري، والكلام ده بيبقى قبل بدايه الدوري، المواهب تضيع منك والانديه بتخسر يعني طبعا. الانديه بتخسر، لكن طبعا تجربه الاعراض دي مهمه جدا، ودايما بقول ان يعني الملف في قطاعات الناشئين ممكن يدار بشكل افضل في كل مراحل الناشئين في مصر، ان تدار بان اولا لازم يتضخ فلوس بشكل افضل، بنيه اساسيه بشكل افضل، السكولارشيب ممكن تتعامل بشكل او باخر، لان في ولاد ممكن يكون فنيا كويس قوي لكن اهله خايفين على التعليم فممكن يفقد دي ودي. يعني عايز اقول تجربه سريعه كده، واحنا طبعا اتفضل. يعني انا كنت من زمان، كان في ايام كنت مع منتخب الشباب ايام في 2008 2009 تجاربك ما شاء الله في تجربه ناجحه مع منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي كمان. يعني انا شفت حاجه كده، كان منتخب المانيا تحت 14 سنه كانوا جايين مصر وكانوا في عندهم مباراه في امبي، كانوا بيلعبوا في امبي فانا رحت اتفرج، وكان احنا عندنا تمرينه بعديهم، فرحت اتفرج فلقيت يعني لقيت المنتخب المانيا عندهم تحت 14 سنه عندهم حد بيصور المباراه فيديو، عندهم واحد دكتور علاج طبيعي، وعندهم جهاز فني كامل، وكمان جايبين معاهم مدرسين، مسفرين المدرسين معاهم، مدرسين للمناهج التعليميه علشان الولد لو هيقعد 10 ايام او اسبوعين هيكون المدرس طالع معاهم. يعني بقول لك الاهتمام بكل الديتيلز الصغيره ده مهم جدا، وبالتالي هيبقى عندك كمان، يعني احنا دايما بتصادف ان انت عندك اجيال وبعدين تختفي فجاه وبعدين يظهر اجيال جديده. أيوة. ولما اتكلم بعض المدربين يقول لك الولد طالع عنده 20 21 سنه حتى التكتيك الثقافه التكتيكيه مش موجوده. هي دي بترجع بقى لحته انه بيهتم بالجوانب التعليميه. النهارده لما اللعيب يبقى مثقف هيبقى مثقف داخل الملعب، مدرب لما بيديله نصايح مثلا سريعه بسرعة. هتلاقي خلاص من غير المدرب بمجرد اشارات فهم هو عايز، المدرب عايز ترجع برضه لثقافه دي حته تعليميه، وكمان حته ان كمان تطوير مدربي قطاع الناشئين ده مهم جدا جدا يا اسامه، ان الناس هي اللي بتبني هي اللي بتطلع، يعني الناس اللي بتبني كمان لازم نهتم بيهم. من يعني ايه رايك يا كابتن هاني تجربه النجم النهارده بطل كوره اخده اشغله في مدرسه الكوره، مدرسه الكوره دي النهارده انت بتبني بقى الاساس من مدرسه الكوره والبرامج، هل مستحب ولا النهارده النجم الكبير ده انه النهارده يبقى في شهادات في دورات في معايشات، يبقى خاصه مع كل سن العمليه بتختلف شويه. ما فيش حد بره بيشتغل في قطاعات الناشئين ايا كان اسمه كبير ايه غير لما بيمر بدراسات معينه. تمام، الدراسات لازم مهمه الاول. مهمه جدا، لان انت اللي بتبني، وبعدين في دراسات انت بتدرس بقى مدرسه الكوره دي ولد من سن كام لكام، المرحله دي محتاجه ايه، محتاجه ايه تغذيه، محتاجه ايه تدريب، محتاجه ايه معامله نفسيه، كل مرحله يعني اعتقد من سن 5 سنين لثمان سنين ده ليه مرحله وليه تارجت معين، يا دوبك جاست فور فان. يعني ما تلاقيش عمرك مدرب مثلا قطاع ناشئين بره في اوروبا بيقف يزعق مثلا للولد يعني او بيبدا يعنفه لان ده بيحطه تحت ضغط. المطلوب من قطاعات الناشئين ده ممكن مع المراحل 15 16 17 تبدا في نوع من انواع مش الشتيمه والزعيق، لكن نوع من انواع مش منافسات انت بتحبب الولد في اللعب يعني حتى الجزئيه ديت للاسف برضو بتبقى موجوده عندنا. كمان ثقافه مجالس الاداره اللي ماسكه قطاعات الناشئين تختلف لان المدرب يلاقي نفسه ان انا مطلوب ان انا اخد بطوله الجمهوريه وممكن جدا عشان اخد بطوله الجمهوريه ما اجيب واحد من السن الاقل او الاكتر كويس شويه لكن التارجت دايما لقطاعات الناشئين انك بتبني جيل بغض النظر على البطوله، البطوله مهمه لكن ما الاهم هو الاهم انك لعب الفريق يعني انا عندي مدرب قطاع مثلا تحت 15 سنه ممكن يطور فرقته فنيا وتكتيكيا بشكل مميز جدا وممكن يطلع منه 4 5 لعيبه، ولا يروح ياخد بطوله جمهوريه تحت 15 سنه وما يطلعليش يعني. طبعا الاهم ان انا اكسب لاعب للفريق الاول طبعا منتخب مصر، خاصه كمان الكابتن رمزي كان موجود مع منتخب مصر في كاس العالم كام سنه؟
انا كنت 20 سنه 20 سنه يعني انا لعبت سنة. 18 سنه يعني انا لعبت اول مباراه دوليه بالنسبه لي امام منتخب ليبيريا في تصفيات كاس العالم كنت 18 سنه 18 سنه وموجود في منتخب مصر اساسي كمان ولعبت الحمد لله ويمكن يعني بدات الناس شايفه ان انا طلعت صغير برضو الحته ديت خلاص 18 و19 و20 سنه ما بقاش لعيب ناشئ اعتقد يعني فانا النهارده كنت بتفرج على مباراه لمانشستر يونايتد ولد نزل عنده مواليد 2001 عنده 18 سنه بيلعب في البريمير في مباراه في البريمير ليج مباراه مهمه جدا فكمان احنا كما انديه كمان لازم نفكر في الجزئيه دي يا اسامه ان احنا كمان ندي اولادنا انك احنا عايزين نكسب بطولات والفريق الاول ودايما عندنا طموح ان احنا نجيب احسن لعيب اجنبي او افريقي في مركز مثلا راس حربه وممكن يبقى عندنا احنا ذخيره كويسه جدا من اللعيبه ممكن نخسرها في حين ان انت لو اديت ناشئ عندك من ولاد النادي عندك اولا هتوفر فلوس كتيره جدا وما تستناش ان هو هيبقى هداف الدوري في اول سنه لا انت ممكن تصبر عليه شويه لغايه ما يقف على رجله وبالتالي حتى كمان امل الولاد وهم بيلعبوا صغيرين لما يشوفوا أربع خمس لعيبة من قطاعات الناشئين بتلعب في الفريق الأول وبتروح منتخب مصر ده كمان بيدي أمل أولا بيدي أمل للولاد الصغيرين إنه في وقت من الأوقات لو اجتهد هيوصل وهيدي كمان أمل لمدربي القطاعات إن إحنا لما بنشتغل ممكن نطلع لعيبة وده مجهودنا يعني دايما تسأل مدربي القطاعات كده يقول لك نفسنا طبعا نطلع أكتر عدد من ولادنا وهم كمان بيتشرفوا إن هم مرنوا الجيل دوت تمام يعني. كابتن هاني رمزي يعني ما شاء الله يعني رحلة كبيرة من العطاء ومن الاحتراف كمان بدأتها في نيوشاتل بعد كده في بريمن بعد كده في كازلاوتن أنا بدأت بالظبط سريعا من 90 ل 94 ده في نيوشاتل السويسري قعدت أربع سنين ومن 94 ل 98 رحت الدوري الألماني مع فيردا بريمن ومن 98 ل 2006 كازلاوتن يعني 14 سنة 15 سنة أكيد يعني. التجربة كابتن هرم استفاد حاجات كتير في تجارب الاحتراف طبعا. في كل مدرسة أو كل نادي من نادي النادي فيه يعني بص أنا مريت كمان على مدربين كبار يعني بداية من روي هوتسون ده مدرب كان طبعا مدرب الإنجليزي الشهير أولي شتيلك كان مدرب الألماني الشهير أوتو ريهاجل معانا لقطة يا ريت محمود تجيب لنا اللقطة عشان نوريها للكابتن هنا عشان هو يحكيها لنا قولوا لي انهي لقطه جاهزه طيب ماشي هيجهزوها تمام فيعني طبعا زي ما انت بتقول الخبرات متراكمه مع مدربين الحمد لله من المدربين كبار جدا وشفت الفروقات ما بين الحياه انت عارف في مصر ما كانش فيه احتراف كلنا بنلعب هواه يعني الفرق ما بين الهواه والاحتراف حتى على مستوى الدول الاوروبيه ما بين الكوره في سويسرا مثلا والكوره في المانيا بتختلف بشكل كبير وحتى لما كنت مدرب ومسكت ليرس البلجيكي اللقطه دي يا كابتن اللقطه دي اللقطه دي لقطه الموسم لقطه الموسم في الوقت ده كان انت عارف كان في ثلاثه بس ثلاث اجانب خارج الاتحاد الاوروبي يقدروا يشاركوا فانا كنت انا بلعب انا وسمير كمونه وكان في واحد برازيلي هو دلوقتي اوتر راجل نادالي وقال لي انت هخرجك عشان انت هتتعور قلت له مش فاهم هتعور يعني ايه قال لي اعمل نفسك بقى متعور عشان احنا عندنا مشكله طبعا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني هو كان منزل اربعه في الملعب نزل اربعه في الملعب هو كان وحد قال له ده في اربع لاعبين اجانب وده مش مسموح وطبعا اتوتر جدا وانا عملت نفسي ان انا جالي شد وابتدى على فكره خدت لقطه الموسم في المانيا وكان علق عليها وادوني جايزه احسن ممثل يعني ده كان طبعا اوتر هاجل يعني هي اللقطه طبعا انا تماديت فيها يعني جامد يعني لا ما شاء الله يعني لا واقع متعور يعني فده كان من اللقطات الظريفه جدا وهو طبعا اوتر هاجل اللي ظهر في الصوره توتر جدا يعني غلطه اداريه لكن هو كان طبعا لازم طب مين اللي بيضحك قطر ده بلك مش هيقول بلك بلك كان طبعا كان جاي كان لسه يعني شبل صغير وطبعا بقى نجم كبير طبعا نجم المنتخب الالماني وتشيلسي فمن الاجيال طبعا واللقطه لقطه ظريفه جدا مش هنساها وكمان اوتو راجل عمر ما هنساها يعني حصلت له مره في حياته ثقافه اللعب في الملعب يعني طبعا بالظبط لا لقطه ظريفه جدا يعني هو طبعا انا بقول له انا طبعا مش فاهم انا هتعور هخرج ليه طبعا مش فاهم حاجه قال لي بالظبط دقيقه وهخرجك يعني ما فيش طبعا دقيقه وبعدين اللقطه كمان اللي كان جابوها هناك في المانيا كان في كاميرا خاصه عليا
انت عارف بيبقى فيه دايما كاميرات كاميرات للعيبه فالكاميرا الخاصه دي مش جايه في اللقطه ديت الكاميرا بدات مع اوتو راجل وبعدين وانا بجري وبعدين فجاه وانا بجري كده عركت ورحت واقع الكاميرا معاك والكاميرا معايا وبعدين في بقى طبعا المعلق بيقول لك ده هاني وقع وهم طبعا كانوا عارفين القصه يا للدرجه دي وجعك لان كنت ماشي لا هي انكشفت بعد ما طلعت وقعدت على بالك وبالك ضحك طبعا هي دي اللي كشفت كابتن عايز اخدك لمرحله كاس العالم كاس العالم اكيد دي محطه ومرحله مهمه جدا في حياه تاني رمزي عمره ما ينساها عمليه كاس العالم وانت اصغر لاعب في منتخب مصر 20 سنه وموجود اساسي طبعا وانتوا نازلين في الممر الشرفي جنب منتخب هولندا كمان طبعا ده ذكريات جميله جدا طبعا احنا يعني طبعا بص يعني طبعا احنا محظوظين كمان ان احنا لعبنا هولندا هولندا كان بطل العالم 88 وكان نجوم الكبار جدا جدا ومن الحاجات الطريفه اللي الواحد بيفتكرها طبعا هو ساعتها الواحد كان بيترعش وهو نازل لكن لما بفتكر الموقف بيبقى يعني هم طبعا معروف المنتخب الهولندي دايما اجسامهم قويه وعندهم قوه بدنيه كبيره جدا فاحنا يا دوبك يعني انا ويمكن انا طويل شويه لكن كابتن اسامه عرابي كان ماشي جنبنا وبتاع فمش عارف اعتقد حد قال لكابتن اسامه ايه اللي على التيشيرت يا اسامه وريهم جسمك طبعا هو بان باستين بقى وريكارد اجسام كبيره وطبعا يعني منتخب كمان الصوره دي منتخب ايرلندا طبعا من المنتخبات القويه جدا جسمانيا وعلى المستوى يمكن حظنا ما كانش حلو قوي في القرعه لان ثلاث منتخبات كانوا اقوى من بعض منتخب هولندا وايرلندا وانجلترا فكمان حاجه غريبه ان كل منتخبات اوروبيه دلوقتي بيبقى فيه منتخبات قاريه يعني ما ينفعش يحطوا اثنين ثلاثه من اوروبا مع فريق يعني دلوقتي بيبقى فريق افريقي اسيا امريكا اللاتينيه لكن طبعا ذكريات جميله وزي انت ما بتقول كانت بالنسبه لي مفترق طرق كبير جدا وعمليه الطموح يعني النهارده زي ما بقول لحضرتك 20 سنه وموجود في كاس العالم واساسي ما شاء الله مع النادي الاهلي وبتلعب اساسي في منتخب مصر انا يعني عايز حضرتك تقدم لنا نصيحه لاولادنا ما بقول لك الاولاد لازم يعرفوا انك اولا لازم تتعب جدا لازم تتعب جدا جدا لان ما فيش حاجه بتيجي بالسهل ولازم تضحي كويس قوي هتضحي بحاجات كتيره ممكن اللي في سنك بيعملوها يعني اللي في سنك خروجه حلوه تخرج اكله حلوه بالظبط لازم تحرم نفسك من الحاجات ديت لازم تحرم نفسك من لو انت بتحب حاجه لازم يعني الاكل الكتير مش يعني كلنا بنحب السهر والضحك والخروج لكن لازم يحرم نفسه من الحاجات ديت عشان يبدا ربنا يكرمه في اللي جاي انك تلعب للنادي الاهلي ده شيء كبير جدا والولاد لازم يعرفوا ان احلام ملايين الاطفال وملايين الولاد اللي في سنهم ان هم يكونوا موجودين في النادي الاهلي فلو انت موجود في النادي الاهلي حافظ على الكلام دوت بالتزامك امشي في سياسه النادي الاهلي ما تخرجش عن النظام حافظ على نفسك كويس قوي ودايما عندك وكمان لازم يكون في احترام يعني انا كنت بشوف بعض النماذج مش عايز اتكلم عليها لكن بشوف بعض النماذج ان هي فنيا على مستوى عالي جدا ولكن عندها نوع من انواع التمرد شويه اهمل الموهبه بتاعته اهمل الموهبه دي حاجه والجزء الثاني ان هو عدم التزام شويه باللي بيقوله مدربه لازم احترام المدرب يكون موجود احترام زميلك يكون موجود انت من الاجيال برضو مش عايز اكبرك يا اسامه لكن من الاجيال اللي عاشت ديت العمليه عايز اقول ان لازم يكون التزامك واخلاقك هي مرتبطين ببعض وده اللي هيقعدك اطول في الملعب ولازم الولاد يتعبوا ولازم ما ييأس ما يكونش في يأس خالص وزي ما بقول لك يعني احنا كلنا خارجين ده طبعا جزء من مباراه من افضل مباريات اعتقد في تاريخ مصر كلها على مستوى المنتخبات طبعا منتخب هولندا دي ماتش يعني ماتش هولندا الكره المصريه ماتش هولندا وزي ما بقول للولاد صغيرين انا كان عندي يعني 19 20 سنه انك توصل لاعلى المستويات وتلعب كاس عالم ما جاش من فراغ يعني جاي من تعب كتير لما جدا لما تبدا كمان تسطر تاريخ وانت صغير من 20 سنه بتسطر متأسس تاريخ كويس طبعا متاسس كويس وزي ما بقول لهم خدوا الموضوع خطوه خطوه لان انا برضو من خلال وجودي في قطاع الناشئين النادي الاهلي اللعيبه مستعجله قوي فاللعيبه مستعجله لازم اقول له اصبر شويه وان شاء الله الفرصه تجيلك يعني جيل 90 طلع معظمه مدربين هل الكابتن جوهري كان بصمه خاصه الكابتن هاني رمزي ما شاء الله
تولى أندية، تولى منتخب مصر الشباب، منتخب أولمبي، وكان ليه نجاحات واضحة. كلنا طبعا اتعلمنا من كابتن محمود الجوهري، وكان زي ما بيقولوا صبغ علينا يعني. هتلاقي أنا وكابتن حسام حسن يعني اللي عشنا فترات مع كابتن جوهري، كنا بنشوفه بيشتغل ازاي، كنا بنشوف بيتعامل مع اللعيبة ازاي، كنا بنشوف بيتعامل مع المباريات والأجواء بشكل ازاي. فاحنا طبعا خدنا منه جزء كبير جدا، والجزء الثاني الحمد لله من خلال الدراسات، وده مهم جدا انك كمان موهبتك كلاعب كوره مش هتساعدك كلها انك تكون مدرب محترف، لكن الدراسات، وخاصه دلوقتي العلم دخل في كره القدم، وفي دراسات كبيره جدا جدا، وبدا يخش العلم في كره القدم من خلال خططه، ومن خلال المتابعه طبعا انك تطور كمان نفسك، ده شيء مهم يعني. انا معتقد الفتره الجايه كابتن هاني هيبقى في دراسات ليه. انا على طول يعني انا دايما بتابع الجديد، في كتب نزلت يعني، في كتاب لسه من حوالي شهر كان نزل لجارديولا. جارديولا ازاي بيعمل اهم حاجه، مش ازاي بيلعب الفرقه، ازاي بيحضر التدريبات اللي بيحضرها علشان يوصل ويطور اداء اللاعبين. ان شاء الله برضو ان شاء الله في على السنه الجديده هكون موجود في انجلترا، برضو ممكن اكون يعني اقضي اسبوعين في ليفربول، اروح لحجازي شويه، نشوف الناس برضو بتشتغل ازاي. بقول لك هو تطوير مهم جدا، لكن كمان ان شاء الله زي ما بقول لك انا بتكلم على، لو بنتكلم في قطاعات الناشئين كمان الكلام دوت لازم يكون موجود مدربي قطاع الناشئين، انه يتعلم كويس قوي، انه يأهل نفسه، والنادي يساعده على دوت، واتحاد الكره يساعد على ده. فهي منظومه كبيره جدا، ان شاء الله يكون يعني ناخد فيها خطوات افضل يعني ان شاء الله. المنتخب الاولمبي طبعا الكابتن هاني رمزي من ضمن اللي سطروا اسمهم في التاريخ مع جيل المنتخب الاولمبي، وصول لاولمبياد لندن. شفت التجربه دي ازاي، خاصه كان ما شاء الله برضو معاك لعيبه مميزه بقى اصبحوا بعد كده نواه للمنتخب الاول. صحيح، يمكن التجربه كانت صعبه شويه يا اسامه، لان كان يعني التصفيات كانت في 2011. 2011 انت عارف كان في ثوره وما كانش موجود، ما كانش فرصه تعمل اعداد خالص خالص، او ما كانش في دوري يعني. اشتغلت في ظروف صعبه، لكن الحمد لله زي يعني حاولنا نمشي بنظام انديه، كنا بنجمع بفترات طويله، عملنا مباريات وديه كتيره، كان معايا جيل كويس، والحمد لله بعد غياب يمكن كان 28 سنه عدم وصلنا للاولمبياد، وصلنا لندن. وكان انا بالنسبه لي تجربه عظيمه، انك مباراه اعتقد ده من مباراه او صوره من مباراه بيلاروسيا، دي كانت المباراه الثالثه، لعبنا البرازيل ولعبنا نيوزيلندا ولعبنا بيلاروسيا. افتتاح البرازيل ما شاء الله اديته مباراه رائعه، عملنا بس نص ساعه ما شفتش اول نص ساعه لقيت 3-0. وبعدين يعني بيني وبينك احنا كنا بنلعب البرازيل، كان بي تياجو سيلفا، مارسيلو، نيمار، اوسكار، هالك، كل دول كانوا موجودين في الملعب. فبالتالي يعني انا قلت 3-0 وربنا يستر الشوط الثاني ما يبقوش 6. لا هو بص، ابو تريكه وعماد متعب وعماد فتحي عملوا بصراحه مجهود كبير جدا داخل وخارج الملعب، وده كان لموا الولاد بشكل كويس. انا بين الشوطين طبعا ما اتكلمتش فنيا كتير، غير في بعض الحاجات الصغيره، كان صلاح ما بداش المباراه اللي كان عنده اصابه، نزل غير شكل الفرقه بشكل كبير، عمل شغل كتير قوي. دي كانت بدايه صلاح وتريكا يعني، التجانس اللي حصل ما بينهم دوت. ده بعد كده اتنقل للمنتخب الاول، لان كان اول تجربه في مباراه البرازيل. مباراه البرازيل بعديها مباراه، حتى ابو تريكا وصلاح جابوا جون، ابو تريكا جاب جون في مباراه ثالثه امام بيلاروسيا، كان جاب الجون التالي وصلاح الجون التالت، فظهر الدوت ده في الاولمبياد. فعايز اقول لك كانت تجربه رائعه جدا، وخاصه مع جيل اعتقد ان هو يعني صلاح وحجازي ومجموعه كلها، والنني جيل اصبح بعد كده هو المنتخب الاول، هو اللي وصلنا بيهم كاس العالم بعد صحيح كده. صحيح كابتن هاني، استعنت بابو تريكا وبعماد متعب باحمد فتح. ممكن الكابتن شاوي غريب او نصيحتك كابتن شاوي غريب ممكن يستعين بلاعبين ايضا زي ما استعنت في اولمبياد لندن، ولا يكتفي باللاعبين الموجودين عنده؟ بص هو طبعا دي رؤيه، اولا رؤيه فنيه بحته. الجزء الثاني انا يمكن ظروفي كانت مختلفه شويه، انا ما كانش عندي دوري، كان الدوري واقف واللعيبه ما عندهاش الخبرات الكبيره، فحبيت ادعم ببعض خبرات. وبعدين تلاحظ انا خدت لعيب في كل مركز في كل خط يعني، خدت احمد فتحي خط الدفاع، وسط الملعب كان معايا ابو تريكه، وخط الهجوم كان عماد متعب. فدي رؤية فنية، لأن كمان أنا كان ليا حساباتي إن الولاد قدامهم اكزامبل، قدامهم مثل أعلى.
هيقدروا في وقت من الاوقات ان المجموعه الكبيره ديت هتلم الولاد، حتى مش على مستوى الفني، على مستوى بره الملعب. عارف يا اسامه اللمه اللي بره الملعب دي بتبقى مهمه جدا جدا. بالظبط. ان هم يشدوا الولاد، يديهم خبراتهم. لما الولاد معاهم ابو تريكه وعماد متعب واحمد فتحي هيبقى في موتيفيشن كويس قوي. فالحمد لله الثلاثه زي ما بقول لك يعني ساعدونا، وساعدوا يعني ساعدوا الاولاد بشكل كبير جدا بره وجوه الملعب. يعني كان ليك تجربه من سنتين قبل تولي المنتخب الاول، كان كابتن محمود الخطيب استعان بالكابتن هاني رمزي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ما شاء الله كابتن هاني رمزي خبرات كبيره، فعلشان يكون متواجد ويضيف وينقل الخبرات الكبيره ورحله الاحتراف داخل قطاع الناشئين، قيمت التجربه دي ازاي يا كابتن هاني؟ انا للاسف التجربه كانت قصيره، لكن يمكن كانت ثلاث شهور. قعدت مع مساعد الكابتن فتحي مبروك. التجربة كانت يمكن حطيت إيدي على بعض الحاجات اللي كانت ممكن تبقى تفيد النادي الأهلي في المستقبل، أو تحط بلانينج. أنت دايما قطاعات الناشئين محتاجة أنك تحط خطة لمدة 4-5 سنين وتمشي عليها يعني. لكن أنا يعني كنت أتمنى أن التجربة تدوم أكتر من كده، لكن طبعا جت ترشيح لمنتخب مصر الأول، وطبعا النادي الأهلي طبعا كلمت المسؤولين فقالوا لي طبعا ده منتخب مصر، يعني احنا نتمنى أنك تكون تكمل معنا، لكن ده طبعا منتخب مصر واحنا كلنا بنشتغل عشان منتخب مصر. وبالتالي التجربه كانت قصيره قوي خلال الثلاث شهور دول. طب من خلال التجربه القصيره الثلاث شهور، يعني ابرز الحاجات اللي ممكن الكابتن هاني رمزي كلمنا فيها ممكن نضيفها لقطاع الناشئين بحيث نعمل تطوير اكبر؟ طبعا قطاع الناشئين لو احنا شفنا الفريق الاول بالنادي الاهلي على مر السنين والاجيال هتلاقي دايما لعيبه موجوده من قطاع الناشئين في الفريق الاول، خاصه دلوقتي لو اتكلمنا على الفريق اللي موجود، محمد الشناوي، شريف اكرامي، سعد سمير، رامي ربيعه، حسام عاشور، يعني انا مش عايز انسى حد، حسين السيد، دول كلهم لاعبين خارجين من قطاع الناشئين. فعلى مدار السنين والاجيال دايما قطاع الناشئين بيمول الفريق الاول طبعا، بس احنا كمان محتاجين اكتر، محتاجين شغل اكتر، خاصه دلوقتي بقى في محمد هاني كمان. محمد هاني قطاع الناشئين في 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 دلوقتي في انديه تنافسيه كتير. وبالتالي لازم انت كمان تطور نفسك زي ما قلت. التطوير انا شايف النادي الاهلي على المستوى، على مستوى البنيه الاساسيه او البنيه التحتيه لا باس بيه، مش هقول لك في امتياز لكن ماشي على الطريق الصحيح. محتاجين تطوير شويه في عمليه تطوير تثقيف المدربين شويه، مدربي قطاع الناشئين. محتاجين ميزانيه اكبر لقطاعات الناشئين، الميزانيه او الفلوس اللي تتضخ لقطاع الناشئين لازم تكون اكبر من كده بشكل مميز. ده ممكن عن طريق السبونسر، ممكن جدا نعمل الشكل دوت، لان محتاجين حاجات كتير قوي تتعلمها. محتاجين كمان ادوات تثقيف للولاد الصغيرين، يعني ما يتخضش الولد ان المدرب بتاعه بيشرح له او بيوري له مباراه على بروجيكتور او بيعمل له على. بدات الحاجات دي تتعمل دلوقتي يعني. حلو قوي. محاضرات تاهيل نفسي. تاهيل نفسي مهم جدا. دكتور ابراهيم على فكره. ابراهيم ده كان دفعتي. كان باك الشمال بتاعنا. ابراهيم العقاد. وشفنا برضو كابتن سمير عثمان راح بدا يشرح القوانين الجديده. ده جميل. ده جميل. ده مهم جدا كمان. انا بكلمك على التطوير ان الولد ومن هو صغير يبقى عارف بالظبط السكاوتنج اللي المدرب بيتكلم عليه، طرق اللعب المختلفه على بروجيكتور، على ادوات الشاشات كبيره. فده بيتنقل لجزئيه تاني اللي هو تطوير المدربين قطاعات الناشئين، ان كل مدرب بيعرف المرحله اللي هو بيشتغل فيها ايه، متطلباتها ايه في ادوات في الاحمال، متطلباتها ايه في عمليه حتى البلاننج. ده مهم جدا. دي بعض اللقطات كابتن محمود خطيب وهو متواجد. هو زارنا طبعا. كابتن محمود الخطيب وقت ما كنت موجود كابتن هاني، وكان دايما بيعمل يعني اجتماعات ومحاضرات مع اللاعبين ومع المدربين. ده مهم جدا كمان. يبقى الاداره لازم تكون شايفه، ودايما تحسس قطاعات الناشئين وتحسس الناس اللي شغاله تحت انك ان انتوا بتعملوا حاجه مهمه جدا جدا. يعني لازم الاحساس ده يوصل بشكل اكبر من كده. انا عارف ان طبعا مجلس الاداره وكابتن محمود دايما بيزور قطاعات الناشئين، ودايما بيتقابل مع كابتن فتحي مبروك وبيطمن عليهم. احنا زمان كان حتى بييجوا يتفرجوا على مباراه الناشئين، ده بيدي موتيفيشن. كابتن طبعا اكرامي المسؤول عن حراس المرمى هناك، وكابتن فتحي مبروك كان موجود. فده بقول لك مهم جدا. لكن عشان نطور نفسنا ونفسنا ننقل للي انا كنت بشوفه بره، محتاجين بعض التطوير زي ما بقول لك في بعض البنيه الاساسيه، في البادجت المحطوط، الفلوس المحطوطه بالنسبه لقطاعات الناشئين، وكمان على مستوى تطوير اداء المدربين ودراساتهم، وانك تبعت مدربين يشتغلوا يعملوا دراسات بره. هيستفيد جدا جدا اللاعب من المدرب بتاعه. يعني كان لنا تجربه السنه اللي فاتت، ان شاء الله هنكررها السنه دي،
يوم الحد اللي جاي، هنبتديها ان شاء الله مع مباراه الاهلي والزمالك قمه الشباب في دوري الجمهوريه. دايما بنعمل استوديو تحليلي حلو قوي، وبيبقى عندنا فقره للتحكيم، فقره للمحللين بنحلل الاداء، تبقى المباراه مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي. كان زمان المباريات دايما في مختار التتش، انت قريب من الجهاز الفني وقريب من الفريق الاول. فالنهارده لما الناشئين اتنقلوا مدينه نصر بدانا نعمل التجربه دي. شايف حضرتك التجربه دي؟ خاصه النهارده الولد لما بيجي يلعب مع الفريق الاول بيبقى عنده الرهبه، اول مباراه مذاعه التلفزيون، خايف. فالنهارده خلاص هو عاش التجربه دي في قطاعات الناشئين، مش عاشها مره واتنين، ده عاشها كتير. هي المباراه تكون مذاعه ليه. شايف حضرتك تجربه زي دي بننقلها على شاشه؟ اولا ده تجربه ناجحه جدا، زي ما انت بتقول رهبه الولد خلاص ما بقتش. ان انا وانا صغير والماتش متذاع كنت بنزل خايف شويه، فالرهبه دي هتروح، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان كمان المباراه اللي هتذاع دي هتفيد المدرب كمان، وهيتفرج عليها بشكل كويس، ممكن يعمل عليها سكاوتنج، ممكن يوري اللعيبه اخطائه من خلال اذاعه المباراه. ده جزء مهم جدا. وعايز اقول ان دي خطوه على الطريق، زي ما بقول لك ان دايما بتحسس الولد وتحسس اللي شغالين في قطاعات الناشئين ان في اهتمام، والاهتمام ده بيعود، وان الناس بتتفرج عليا، والمباراه مذاعه على قناه بتاعه النادي بتاعي، وبالتالي كل ده هيعود بالفايده ان شاء الله. اخيرا كابتن هاني، فايلر طلب ان يبقى في توحيد للعب بين قطاع الناشئين والفريق الاول، وبدا يبقى في تنسيق دلوقتي. شعيب المحلل الاداء في الفريق الاول بينزل قطاع الناشئين دلوقتي وبيتابع اللاعبين، وطلب ان يبقى في توحيد اللعب. شاف حاجه توحيد اللعب ده شيء اساسي، ده شيء طبيعي. يعني انا ده شيء طبيعي، ان وخاصه نتكلم بكل امانه مش هيبدا من مدرسه الكوره، يعني دول لسه بيتعلموا، ما فيش طرق لعب في مدرسه الكوره او 11 سنه. هو بيتكلم على ثلاث مراحل مهمه جدا، اللي هو مرحله الشباب، المرحلتين اللي تحت المنتخب الفريق الاول. مزبوط. لان مهم جدا ان الولد يتعلم نفس طريقه لعب الفريق الاول، عشان لما يطلع يبقى ما عندوش مشكله. يعني ما ينفعش يلعب مثلا تحت بليبرو بفريق اول بيلعب اربعه على خط واحد، او بيلعب 3 4 3 والفريق الاول بيلعب بخط ثاني. فدي كمان مهم جدا انك بتوحد طريقه اللعب. ودايما بتقول للمدربين حتى لما موجود، انا ما بقولكش اعمل ايه، انا بقول لك خطوط عريضه، وانت ليك حريه الابتكار انك تعمل الطريقه دي بالشكل اللي يعجبك. يعني ممكن اقول لك العب باربعه ورا، ما انت ممكن تلعب 4 3 3 4 2 1. لكن لما ساعات كنت بتكلم مع المدربين تطبيق او توحيد طريقه اللعب، يقول لك طب ما انا ما عنديش الادوات اللي اقدر العب بيها مثلا 4 2 3 1. فبقول له ده وظيفتك انك تطور اداء اللعيبه بتاعتك عشان تلعب المركز دوت، وده بيحتاج مجهود اكبر. انك بتدي له تارجت معين، انا لازم تلعب 4 2 3 1، يقول لك طب انا ما عنديش بلاي ميكر، فهلعب هلعب برقم 10 ازاي؟ هتقول له لا، وظف ولد انت شايف، ويبدا وظفه ويبدا مرنه بشكل معين. لان زي ما بقول لك ده ما ينفعش مع اللعيبه الكبار، انك تبدا لسه هتمرنه لازم من تحت، من ولد صغير عنده 14 سنه 13 سنه تبدا تديله المهام ديت، فيبدا يطور نفسه. وده اللي بتكلم عليه، انك ما تقولش للمدرب ان هات لي بطوله وخلاص، لا لازم لا. يبقى ليك بصمه تحت. انا عايز شايف طور لي اداء الفريق دوت، وطلع لي منه 4 5 لعيبه اقدر اقول ان ده طالع من تحت ايديك. يعني استمتعنا بالحوار معاك كابتن حبيبي يا اسامه، ربنا سعيد بيك، نورتنا. وصراحه يعني الحوار يعني يطول معاك، واستمتعنا وتعلمنا منك صراحه. كتر خير، ميرسي يا اسامه، شكرا ليك. في نهايه حواري النهارده بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني، كابتن هاني رمزي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. حوار كان معاه ممتع وتعلمنا منه، واكيد قدم نصائح مهمه لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ان شاء الله يوم الحد القادم هيكون مباراه الاهلي والزمالك، قمه الشباب بين الاهلي والزمالك، تكون مذاعه ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع اللي جاي على الف خير، وملعب جديد من ملعب الاشباح.